بيت الهنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكل مشاهدينا الكرام وحبابكم عشرة دائما في بيت الهنا. الحنة السودانية واحدة من الحاجات اللي بتميزنا كسودانيات، نتعامل معاها بالتأكيد بشكل يومي من أول يوم في الزواج وحتى باقي العمر. والحنة السودانية يمكن تختلف شوية من الحنة الثانية الموجودة في الدول العربية، لها أصول بالتأكيد ولها تطور ومرحلة تطورية مشت فيها من الأربعينيات والثلاثينيات وحتى الآن. حابين نتكلم على الحنة ونتكلم عن فوائدها ونتكلم عن المراحل اللي مشت فيها الحنة السودانية وماشة لوين. تعالوا مع بعض نتكلم عن هذا الموضوع مع الأستاذة عفاف عبد الحفيظ، وهي محاضر بقسم الفلكلور بمعهد الدراسات الإفريقية والآسيوية بجامعة الخرطوم. هنستناها مع بعض، اتفضل. بيت الهنا، بنحييكم مشاهدينا ووصلت لصالون بيت الهنا أستاذة عفاف عبد الحفيظ، وهي محاضر قسم الفلكلور بمعهد الدراسات أو معهد الدراسات الإفريقية والآسيوية بجامعة الخرطوم. أهلا ومرحبا بك كثير أستاذة عفاف. مرحبا يا إيمان، شرفتينا كثير. مرحبا بك، مرحبا بكل المشاهدين. أهلا بك كثير. الحنة كحاجة بتميزنا كشعب كسودانيين وكعرب، هي موجودة ومتوفرة الحمد لله ومتواصلين على هذا التقليد من زمن بعيد. الشعوب الأولى اللي بدت الحنة دي يعني نلقى مرجعيتها ماشى لوين؟ طبعا الحنة نبات قديم شديد وكان معروف يعني عند الشعوب العالم القديم. أيوة. مثلا عرفوه الفراعنة، استخدموه في التصبيغ بتاع الأيادي والأرجل والشعر، يعني كانوا بتحننوا به فعلا. أيوة كانوا بتحننوا به، يعني وجدت مومياء فرعونية مخضوبة أياديها مثلا وأرجلها بالحنة يعني. كويس المامرقت. فبرضو العرب من الشعوب القديمة اللي عرفت استخدام الحنة، برضو استخدمتها في الزينة وبرضو خضاب الأيدي والشعر وكده. لكن طبعا برضو السودانيين من زمن قديم جدا عرفوا استخدام الحنة، لكن في الوقت الحاضر يعني ما يعني تلاحظي ما تلاقي في يعني امرأة يعني غير السودانيات يعني بيحفلوا كثير جدا بالزينة بتاعت الحنة. صحيح. المرأة السودانية في الوقت الحاضر أكثر يعني امرأة تهتم بموضوع الحنة. صحيح. في طبعا الشعوب العربية عندهم الحنة فعلا، لكن يمكن تكون في مناسبات معينة أو على حسب المزاج. صحيح. لكن إحنا عندنا لازم تكون بصورة وإحنا دائمة. عندنا حصرا للمتزوجة. صحيح. لكن في الدول العربية، في بعض الدول العربية تلاقي البنات الصغيرات ما متزوجات بيتحننوا. صحيح. في طبعا كنبات يعني الحنة لها دور كبير. مسألة الطب عن طريق الحنة، هل له دور برضو ممكن أقول منافع من خلال الحنة؟ طبعا الطب الشعبي بيعتمد على أنه يعني الخبرة التقليدية تكشف عن مثلا وجود خصائص مميزة في نباتات، فتبدأ تستخدم في النبات ده في الطب الشعبي. صحيح. فدي الخبرة التقليدية، يعني خبرة الأجداد عن طريق التجربة والخطأ وكده. أيوة. فالحنة طبعا عندها يعني خصائص كثيرة. أول حاجة زهورة بيستخرج منها عطر. ثاني حاجة الحنة مثلا عندها المقدرة على مثلا القضاء على الطفيليات وكده. بعدين حتى في الطب النبوي يعني كان بيوصى بها لعلاج الآلام بتاعة الأقدام، لعلاج القروح، التشققات في الأقدام وكده. أي ألم مثلا بيعتري الإنسان في رجلين وكده كان الطب النبوي بيوصي بأنه يستخدموا لها الحنة. جميل. الخضاب. جميل. بعدين عندها الخاصية بتاعة أنه يعني لو وضعت على فروة الرأس بتنقي فروة الرأس من القشور ومن الإفرازات الدهنية الزائدة. لو وضعت على الشعر بتنضره وبتجمله وكده. صحيح. أيوة. وسمعنا أنه برضو ممكن تقلل من الصداع، الناس اللي عندهم مشكلة صداع، ضربة الشمس، الصداع لو اتعملت عينة واتخطت على الرأس برضو بتخفف أعراض الصداع وبتخفف بتشيل أعراض السخانة بتشيل السخانة زي ما بقول. أيوة يعني أيوة كثيرة عندها طبعا عشان السخانة. عندها كمان برضو بعض. أيوة. يعني الميزات عندها تأثير على الأمراض الجلدية مثلا يعني زي الأكزيما وكده برضو بتساعد. سبحان الله، فدي حاجة مهمة طبعا. أفتكر وك يعني طريقة تقليدية للسودانيين بأنهم بتزينوا بها هي من الزمن القديم طبعا. يعني الحنة بتزرع في حتة معينة، يعني ممكن في السودان بتزرع في حتة معينة ولا ممكن في أي مكان؟ طبعا هي الحنة يعني نبات بينمو في المناطق الحارة، فتلاقيه في المنطقة المدارية في أفريقيا مثلا، تلاقيه في المنطقة في جنوب غرب آسيا. يعني دي المنطقة الأساسية اللي بينمو فيها نبات الحنة. ففي الهند موجودة،
وفي السودان موجودة وفي مصر موجودة، هي نبتة يعني بتعيش في المناطق الحارة. سهل زراعتها عندنا. وبعدين في السودان طبعا أجود أنواع الحنة في الدامر. يعني دحنة الدامر دحنة مشهورة جدا يعني. صحيح. وهي أجود أنواع الحنة ويعني متوفرة في كل مكان في السودان. صحيح، وإن شاء الله دائما تكون متوفرة ونستغلها استغلال جميل طبيا وبالتأكيد وفي مجال الزينة. وفي مجال الزينة إحنا مجهزين تقرير أميرة، تعالنا نشوف قصتها مع الحنة. تفضل. هنضرب الحنة دي عشان عاوزين نعمل بيها رسم عشان تكون حنة حمراء. ضربيها بالنص عادي على أساس إنها تكون ناعمة تطلع بالكيس، لأنها لو ما بقت ناعمة ما بتطلع بالكيس. بحب الرسم، وبعد ما شفت وحدي بتعمل حنة فحبيت أعمل يعني الحاجة الجواي دي أقوم أمرقها يعني. فبعد ذاك يعني بسرعة شديدة عرفت إنه قدرت أتمكن منه إني أقدر أمسك الكيس وأرسم. نعمل الحنة لغاية ما تكون مناسبة. أي واحدة ممكن ترسم، لكن ممكن ترسم أول حاجة بالقلم طبعاً. أول كنت برسم بالقلم، بعد ذاك بديت بالكيس، كانت صعبة شوية لكن بعد ذاك هنا قدرتها. حنة اللي حنرسمها حسي حنة بتاعت بنات يعني، دي رسمة عادية خفيفة صفر. ده أصلا الحنة اللي بنعملها نحن السودانيين. أنا بحب أرسم للناس على مزاجي يعني، لأنه بشوف الحاجة المناسبة بالنسبة لهم وبخليهم برضو يبدوا بآرائهم يعني. بالرغم إنه الرسم بقى جاهز، أنا بحب أبتكر حاجاتي يعني برأي عشان تكون مختلفة، لأنه كده الحنة كلها حتبقى شنو وحدي، بقدر أطلع أشكال جديدة. لما أكون مرتاحة ذهني يكون مرتاح كده بقدر أطلع. بيشتغل يعني كم نوع من أنواع الحنة، بيشتغل الحنة الخليجية وبيشتغل الحنة السودانية. الحنة الخليجية والحنة السودانية بتختلف يعني بالذات في الرسم يعني النقش. الحنة السودانية بتكون أشكال كبيرة شوية، أما الحنة الخليجية أو السعودية بتكون ناعمة شديد، بتكون ملانة شديد على الأيادي يعني ممكن تدعمي كل الأشكال، ممكن ورود، ممكن أشكال هندسية، ممكن أي شيء يعني. إحنا ما مقيدين بأشكال معينة. أعمل الحنة السوداء. في بعض الناس بيكون عندهم حساسية من الصبغة بفضلوا ما يعملوا الحنة السوداء، بيعملوها حنة خضراء بيقوموا حمراء بيعملوها وبيعملوا عليها نشادر بتبقى سوداء. الحنة السودانية انتشرت في السودان وخارج السودان، حتى في الأغاليم كلها يعني بصورة عامة يعني. مواسم الحنة طبعا يوم الوقفة واليوم اللي قبل الوقفة والأعياد والأعراس. في حنة اسمها التايجر، وفي حنة اسمها متاهة. الحنة لازم تنشف نهائي، وبعد ذاك يعني بعد ما يغسلوا الحنة يخلوها يعني زي 15 دقيقة كده أو ربع ساعة، بعد ذاك حتى يبدو شنو يمسحوا بالزيت. في فوائد كثيرة للحنة يعني. الحنة بتشيل مرات السخانة، الحنة الخضراء بالذات يعني. في مرات بيكون في سخون على الجسم ممكن ناخذ الحنة بتشيلها. ممكن برضو نعمل على الشعر، برضو بتصبغ الشعر يعني، خلي لونه جميل. أتمنى لك إن شاء الله الصحة والعافية، ورسوماتها جميلة على فكرة. صحيح. طيب الحنة زي ما إحنا شفنا في يعني ده يمكن يكون جزء في تنافس طبعا ما بين اللي بيصنعوا الحنة وبين الحنانات، في إنه كل واحدة تعمل لها سمعة جميلة في شكل الحنة طبعا. صحيح. الطريقة التقليدية اللي بدينا بها قبل ما نصل للمرحلة الحديثة اللي إحنا بنشوفها حسيه. صحيح. في 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 زمان شوية
يعني زي في الأربعينات في الخمسينات كده يعني، أو من زمان شديد جدا لحد الوقت ده لحد الأربعينات والخمسينات، كانت الطريقة التقليدية للتزين بالحنة بتتلخص في وضع الحنة السادة. الحنة السادة طبعا بيجيبوا الأوراق بتحت الحنة بتجفف وتطحن وبتعجن بالموية وبيخلوها لحد ما تتخمر شوية، وبيجوا لأنها هي بتصبغ في وسط طبعا غلوي، بيخطوا زي العطور دي زي المحلبية والسراتية دي وبيخطوها. هي مسألة التفاعل فيها شنو يعني، ليه المحلبية والسراتية تحديدا؟ والله طبعا هي لأنها هي بتصبغ في وسط غلوي يعني حتى في وسط حمضي عفوا حمدي. لأنها هي أسا لما تكوني مثلا عايز تعمليها في شعرك بيقول لك يعني تخطي معاها مثلا نبات الكركديه أو تخطي معاها الليمون أو الخل عشان تنزل الصبغة بتاعتها يعني. فبيخطوا الحاجات دي وبيقوموا شنو بيخلوا الحنة تغطي كل باطن الغدم، بيخلوا الحواف بتاعتها متساوية يعني متساوية بشكل كده كويس، وطبعا الأصابعين من قدام بتاعت الأرجل وبعدين طويلة شوية شكلها بيضعوا الأغماع صغيرة في الأصابع بتاعت اليدين اللي هي زي القماع اللي عندك بالضبط كده، وبتغطي الأظافر طبعا برضو بتصبغها مع كثرة التكرار بلون بني غامق برضو جميل يعني طبعا. فبعد ذاك يعني بدأت المحاولات لأنه يطوروا المسألة دي من المرحلة بتاعت الحنة السادة، بدأت المحاولات إنه يطوروا الحنة دي. يمكن أول المحاولات كانت يعني الأمهات والحبوبات وكده بدوها بإنهم يعملوا بمساعدة القشة يعني بيجيبوا القشة وبيحاولوا إنهم مثلا يخطوا أشكال بسيطة يعني لو كانت دائرة أو كان مثلا صفقة أو كده في اليدين وفي الرجلين، فبيحاولوا يخطوا أشكال يعني ابتدائية بسيطة جدا. دي بداية الأشكال يعني دي بداية الحنة النقش اللي هي أول ما أول. بس مش كان في حاجة قبل كده يعني بعد الحنة السادة جاء زي خط بالضبط كده. الحنة دي كان اسمها الاستغلال كمان. اللي هي دي في الخمسينات القرن الماضي احتفاء باستغلال السودان. أيوه. كانت العروسة يقوموا يحننوا الحنة السادة ويقوموا يجيبوا الحقنة المحقند الطبي وبيشيلوا الإبرة بتاعته وبينعموا الحنة ناعمة جدا ويخلطوها ويقوموا يخطوها في الحقنة، بيقوموا بيعملوا خط متوازي مع الحنة السادة على من فوق طول ليه. من فوق للحنة السادة على طول القدم. فدي كان اسمها الاستغلال. اسمها الاستغلال. الاستغلال. بعدها جات من الحنة اللي هي الحنة العادية وحنة النشادر. خشينا في مرحلة تانية. الحنة بالصبغة. الحنة بمساعدة الصبغة تحت الحجر. أيوة يلا دي صبغة الحجر. طبعا صبغه الحجر دي قامت يعني العقليه طبعا الحنه الساده كانت يعني بيدوها اللون الاسود باستعمال ماده النشادر. فبعد يطبقوا الحنه فبيقوموا بيعملوا النشادر عشان تاخذ اللون الاسود. صحيح. بعد ذاك قام اكتشفت العقليه الشعبيه يعني انه لو خلطوا الماده الصبغيه دي مع الحنه وطبقت على الايدي والارجل نقوش وبعد ما تزال ممكن الوحده تاخذ مثلا تتعرض للدخان برضو بتاع الطليح، فبتبدا نقوش تظهر تدريجيا اللي هو بتبدا من اللون الاحمر الفاتح ماشي على البني لحد ما تبقى اسود. ايوه. فيعني الطريقه دي مثلا اول حاجه يعني كانت غفزه صح، لانه في البدايه النقوش بسيطه واشكال ابتدائيه وكده. هسه بقت المساله دي اتاحت لهم انه يعملوا نقوش كثيره وحسب مثلا لو طبقتها واحده فنانه او عندها خبره او عندها شغف بالمساله تعمل نقوش حلوه وموزونه كمان موزونه. لكن المشكله شنو؟ المشكله انه اول حاجه الحكايه دي بتاخذ مده طويله شديد يعني انه يطبقوها وينتظروها لحد ما تجفوا ويتغسلوها ويمشوا يحضروا حمام بتاع الدخان، مساله دايره لها 3-4 ساعات. صحيح كلامك صح. الحاجه الخطيره الثانيه ان الحنه دي دائما الحنه بتتعمل بعد ما يعملوا تنظيف للجسم بالحلاوه او بعد ما ياخذوا حمام الدخان، فمسامات الجسم تكون متفتحه والماده الصبغيه دي يعني شديده السميه بتدخل طبعا مباشره لما تلقى تعمل مشاكل. ايوه تعمل مشاكل مثلا بتاعه الحساسيه، تعمل مشاكل مثلا حتى لو كانت مشاكل مثلا ما منظوره الان وقتيا لكن في الجسم عندها مردوده يعني كنت ثابته موجوده محتفظ بها الجسم عندها مردوده يعني يعني حتى احيانا تعمل يعني سمعنا يعني مشاكل ومآسي كثيره حصلت. صحيح. مثلا للعروسات كده. هتواصل معاكي استاذ عفاف بس بعد هذا الفاصل، خليكم معنا. بيت الهنا
مشاهدينا مرة تانية نتواصل معكم. والحنة السودانية اللي بنتميز بها الجميلة أخذناها من ناحية تاريخية ومن ناحية الأفضل في التعامل معها والأسهل كمان، والابتكار اللي ماشي شوية شوية من فترة القديمة لحد الآن. حيك مرة تانية أستاذ عفاف. مرحب بك. وصلنا من الحنة العادية للحنة بتاعت النشادر، تكلمنا برضو عن حنة الحجر، صبغة الحجر. نصل للمرحلة الأخيرة اللي احنا بنتعامل بها مع الحنة، البيجا نفتكر. أيوة حنة البيجن طبعا بتعتمد على أنه يعني بيجيبوا الصبغة اللي بتحت البيجن دي، هي ما شدتها تسميها زي صبغة الحجر، فبيجيبوها وبيخلطوها. الآن بقت المسألة بقت رمزيا يطلق عليها الحنة، لكن في واقع الأمر هي البيجن دي بس بيخلطوها ومعها شوية سراتية أو محلبية وبيخطوها في القمعة البلاستيكي وبيطبقوا بها. في الغالب الوحدة بتجي أصلاً بتكون عاملة الحنة السادة من تحت في باطن القدم وفي أصابعها، وبتجي بتخط النقوش، نقوش بسيطة في أطرافها يدينا ورجلينا بالصبغة بتحت البيجن دي. لكن العروس بتاخد كم فتيل؟ لأنه الحكاية جرعات عالية. أيوة أيوة صح. هل في أنواع ممكن نقول للحنة؟ والله يا إيمان أنا لاحظت إنه مثلا عندنا في السودان في نقوش رائية، يعني الآن نقوش رائية مثلا عندك حنة بتعتمد في رسمها على أشكال النباتات، ورود، صفق، أيوة صفق بكل أشكاله، أغصان بتاعت نباتات، براعم بتاعت زهور كده. فيعني دي بتتعدد أشكالها، لو كانت واطية أو كانت عالية أو كانت كده، المهم إنها الأشكال بتاعتها كلها السمة العامة بتاعت الحنة نباتية. الشكل هي كده. أيوة. تمام. في حنة بتعتمد في رسومة على الأشكال الهندسية، مثلثات، دوائر، مربعات، خطوط مستقيمة، تداخل بتاع الأشكال الهندسية دي بكل أشكالها. دي الحنة بتاعت الأشكال الهندسية. حتى يعني الوحدة لو مشت مثلا صالون عشان تتحنن، فطوالي بتقوم الحنانة تسألها بتقول لها أنت عايزة ورود ولا عايزة أشكال هندسية؟ صح. وعندك تاني في حنة بتعتمد على رموز، مثلا المفتاح بتاع النوتة الموسيقية، مثلا الأسهم، يعني دي رموز، أو رموز مثلا بتاعت يعني حاجات كثيرة، مثلا ممكن تكون رموز مثلا ل زي ماركات برضو العالم، ماركات. أيوة حس الشعارات، القنوات بقت تدخل في ناس عندها مزاج طبعا في صرعات زي دي يعني. أيوة أيوة. فحنة الورود تعتبر حنة كلاسيكية يعني قديمة، بيحبوها الناس شوية في السن يعني متقدمين. وفي فرق ما بين الحنة للبنت الشابة وبين السيدة الكبيرة. صحيح. في العمر يعني حتى الكبار بيجوا ينقشوا. صحيح صحيح. في حنة شوفي يعني جميلة جدا، اللي هي مثلا ممكن تدخل يمكن في الحنة بتاعت الرموز، اللي هي شنو بتعمل الشكل بتاع حمار الوحش، الزيبرا مثلا، جميلة. صح صح. ففي الحنة طبعا برضو اللي بتعتمد على شنو، انه مثلا تكون في نقوش، والنقوش دي بتملى الفراغات بتاعتها بالحنة الطبيعية، الحنة الحمراء أو الحنة الخليجية اللي بتستورد من الخليج دي، أو الحنة الهندية، كلها بتدي لون يعني محمر كده قبل الكبد بشوية، قبل العنب بشوية. فبتطبق الحنة بشكلها الأسود والفراغات دي بتملى باللون الأحمر، فبتطلع توليفة جميلة اللي هي الحنة الملونة. الحنة الملونة. أيوة. حتى أفتكر السيدات الكبار لما يتحننوا بشوية بتكون نوعا ما عريضة أكثر من الفتيات الشابات مثلا في الحنة. صحيح. البنات الصغيرات في السن، الزوجات الصغيرات في السن يميلوا للصرعات والأشكال الغريبة. أيوة يعني صحيح. كل ما كان الشكل لافت للنظر بيحبوه يعني بيروغن. فطبعا يعني الحنانات كمان ما شاء الله، يعني زمان كانت الحنانات يعني الحنة تطبيقها مثلا المشهورة بأداء المسألة دي من العائلة أو من الجيران، وما كانت بيتغاضوا عليها أجر، يعني هي بتلقى سعادتها في إنه مثلا زول يسمح لها إنها تطبق نقوشة دي في يدينه أو رجلينه من غير أجر، ما بتطلب أجر. الفكرة يعني فيها كانت المسألة الاجتماعية، بنقعد وبنتونس وبنشرب جبنة وفي نفس الوقت بتتعامل الحنة بالضبط يعني. كده. أيوة. لكن الآن المسألة طبعا اتغيرت، يعني المسألة بقت موضة يعني سايدة، وعندها فنانات المتخصصات، وعندها يعني أدبيات، عندها صوالين اللي بتين فيها مهيئ، وكمان يعني الصالون الخاص بالحنة مهيئ بشكل جميل لراحة الزبون. الزبون أكيد. صحيح صحيح أكيد. يعني الحنة بتاعت العروس عندها مواصفات معينة، لأنه طبعا أكيد هي بتختلف من السيدة المتزوجة العادية إذا كانت كبيرة في السن أو صغيرة. صحيح.
طبعا العروس بتكون عاملة استعدادات كبيرة جدا قبل العرس. المهمة الاستعداد بتنتهي بأنه عملت الدخان التقليدي، عملت نظفت جسمها بالحلاوة كده، والحنة بتاعت العروس بتعمل قبل يوم من الزواج، لأنه على فكرة الرسوم بتاعت الحنة دي يعني بتتراوح حسب يعني طبيعة كل جسم، تاخد 10 يوم، تاخد أسبوع، تبدأ تبهت يعني. صحيح. فبيعملوها لها قبل العرس. فيها مبلغ وقدره يعني الحنة كمان. خصوصا حنة العروس. طبعا. فقبل حنة قبل العرس بيوم بتجي العروس، بتكون اتفق السلفة مثلا مع حنانة في صالون انها حتعمل لها حنة العروس. في عروسات بيفضلوا انهم يخطوا الحنة الطبيعية على راحة القدم من جوا، لانه الحنة الطبيعية كمان يا مان عندها ميزة، عندها يعني عطر حلو. صحيح. يعني بي 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 بيطلع منها يعني ريحة حلوة. صحيح. تكون نايرة كمان يعني. تكون نايرة وجميلة يعني. فواحدين بيكونوا سلفا عملوا الأساس، وبيجي الحنانة تقوم تعمل لهم الحنة. باقي الحنة. حنة العروس ممكن تصل لحد منتصف الساق يعني. وطبعا بيعملوا يعني موائمة بين الأشكال اللي بتتم في الأقدام وبين الأشكال اللي بتتم في الأيدي يعني. بتكون هي طقم واحد. بتكون طقم واحد. استحالة نلقى طقم في اليدين وطقم في الرجلين. لا ما ممكن. ما حتعرفت كده. بأشكرك وأشكر حضورك، وإن شاء الله دائما الفرحة تعم بيتك وبيت كل المشاهدين. شكرا لك. شكرا يا إيمان. نشكركم مشاهدينا ونلاقيكم بعد هذا الفاصل، خليكم معنا. بيت الهنا. أهلا بكم مرة ثانية مشاهدينا، نتواصل معكم في بيت الهنا. فقرتنا الجاية عن الأعشاب وكيف نتداوى بالأعشاب ونستفيد من الأعشاب. نصيحتنا هتكون طبية في هذا المجال مع السيد يوسف الفكير، تابع مع بعض. المشاهدة الكريمة أهلا ومرحبا بكم. كلامنا الليلة عن العجور، والعجور بيورد في القرآن القثاء، والمصريين بيقولوا القتة. كل ما كانت العجورة صغيرة كل ما كانت أحسن، وكل ما كانت مخططة كل ما كانت أحسن من المنقطة. في نوع تاني منقط، فأنت دائما تشيله بيكون رخص وطري، ويعني ما يكون عليه بزر من تحت، يكون بسيط جدا. الإنسان لما يأكل بطفي اللهيب والعطش الكاذب الموجود. في نوع من الناس تلقاه شفايفه ناشفة وجسمه مسخن وبطنه يعني جايطة، فيأكل ده على الريق الصباح يعني بيطفي اللهيب. لكن يفضل انه يؤكل من بعده تمر او حاجه حلوه. السيده عائشه قالت سمنوني بالغثاء والرطب. الرطب ما سهل يتوفر في كل زمان، لكن التمر يقوم مقام الرطب. فاذا انسان ياكل الغثاء ده او العجور بالتمر يعوض الجسم بسرعه. الناس اللي بيستخدموا حبوب واشياء تسمن أحسن لهم يستخدموا العجور ده بالتمر أو بأي حاجة حلوة. هو المطلوب أن تأكل على حاجة حلوة من برا من بعده عشان تتفاعل معه، لأنه ده بارد وده حار. العجور ممكن تستفيد منه في الأورام، والعجور ممكن يا أخوانا إنسان يداوم عليه فتت الحصاوي. كثير من الناس عندهم مشكلة الحصاوي في الكليتين، لو ياكلوا يطلع الحصاوي وبصورة مريحة لا علاج ولا غيره. وفي نفس الوقت ممكن يستخدم العجور للأورام، يعني تدقه وتعمل لبخة بيشيل أي ورم. لكن في ناس بيشتكوا منه، يقول لك يا أخي العجور بيعمل لي نفاخ. أشرب وراه يانسون، أشرب وراه غرنجال، أشرب وراه زنجبيل، أي حاجة سخنة. الأشياء السخنة بتدفع الغازات من المعدة. وفي نفس الوقت العجور ممكن إنسان يدعك بالجسم، ينظف بالجسم، أو يخلطه بالخلاطة. طبعا بتطلع البيزر من جوا وتقشره من برا تقشير خفيف، وتعمل بالخلاطة غناء للوجه أو للمفاصل دلك، فبيفيد منها كثير جدا. وحتى البيزر بتاعه ممكن الناس يستفيدوا منه في تنظيف الجسم. العجور لا يؤكل على الجوع اخواننا. الانسان اذا اكل، الانسان اكل على الجوع بيولد نفخ، بخلي زول بينفوخ طوالي. انت تاكله مع الاكل، ولازم تحلي بحاجه حلوه وتستفيد منه في التسمين وفي التجميل وفي تفتيت الحصاوي واللبخه على الاورام. والى لقاء اخر، السلام عليكم ورحمه الله.
نتمنى انكم تستفيدوا دائما من نصيحتنا اللي بنقدمها لكم عبر هذا البرنامج بيت الحنا. الحنة السودانية تكلمنا عنها بشكل انه بيزين المرأة وبيجملها. في شكل ثاني افتكر برضه مهم اللي هو الشكل الاجتماعي اللي بيجمع كل الناس في مكان واحد يقعدوا ويتحننوا ويتبادلوا اطراف الحديث يستفيدوا من جلستهم بالتأكيد. هي قيمة اجتماعية قبل ما تكون قيمة لها علاقة بالتزين. نتمنى لكم ان شاء الله دائمة الجمال والرقة في كل البيوت السودانية. نشوفكم بكرة في موضوع جديد ودائما هنا @الشروق دوت تي في هو إيميلنا نتواصل به معاكم. ودعناكم الله. بيت الهنا.